السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة أسماء للتفسير، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله هننفذ الموديل ده النهاردة. أنا هنفذه على موديل صغير، لكن هقولك إزاي تحسبي القماش لأي فئة عمرية. تعالوا كده نشوف خطوات العمل. هنحتاج قماش جبير من ده، هتحتاجي بطانة من الستان، هتحتاجي قماش من الأورجانزا لديل الفستان، ممكن تستبدليه بتول وممكن تستبدليه بستان عادي، يعني مش لازم يبقى تول او اورجانزا، ممكن يبقى ديل الفستان كلوش من الستان. هنشوف ازاي بقى نحسب الكلام ده كله. بالنسبه للجبير يا جماعه، لاي مرحله عمريه هتحتاجي كده، هتقيسي من عند خط الكب لغايه خط الوسط ده قماش، هتجيبيه قماش من هنا لهنا خلاص. ممكن تستبدل الجبير بقماش دانتيل خلاص كده، ده بالنسبة للجبير. بالنسبة للأورجانزا، أنا هشتغل على عمر سنتين عشان يبان في التصوير. أنا جبت 75 سنتي من الأورجانزا، 75 سنتي عرض 150 يعني 3/4 متر. البطانة هناخد برضو 3/4 متر من القماش الستان. طبعا انت بالنسبة للصدر حسبتيه بالنسبة لأي فئة عمرية، اما بالنسبة للكلوش فانا هحطلك الرابط في صندوق الوصف بتاع ازاي تحسبي الكلوش لأي مرحلة سنية او لأي مقاس، هحطهولك في صندوق الوصف. يا جماعة خدت قطعة من الجبير ومن الستان اهو، طولها من عند خط القب ده لغاية خط الوسط من هنا لهنا اهو كده، والوسع بتاعها خدنا من الوسع، طبعا الوسع بيكون الجبير عرضه 140، خدنا الوسع اللي هو اكبر شوية من دوران الصدر، دوران الصدر بتاع الطفلة هتاخديه اوسع شوية، اوسع شوية بمقدار قد ايه، ممكن تزودي في كل ناحية حوالي 3 سنتي. انا كده خدت القماش اهو، هنطبق كده بس على هنطبقه كده طبقتين، وبعدين هنطبقه طبقتين تانيين زي ما حضراتكم شايفين كده. يا جماعة اربع طبقات، مع ملاحظة ان الجبير سبته اطول شوية من الستان، لان الكنار هيبقى في الوسط بتاع الفستان مش في الصدر من فوق، لان الصدر هيتحط له لسه اللي هي جزء كده اللي هو بيبقى على الكتاف. فانا كده عملت التول الجبير اطول شويه من الستان لتحت خلاص. طبقنا القماش كده اربع طبقات اهو كده، متطبق اربع طبقات. هنسيب جزء من هنا كبير شويه بمقدار حوالي 2 سنتي او 3 سنتي علشان السوستة، تركيب السوستة. وهنيجي بقى ايه نظبط دوران الصدر على الجزء ده، وهنعمل حردة باط صغيرة خالص هنا. ليه؟ لان انا في جزء من فوق من شال، لان انا هنا كده يا جماعة في الجزء ده كده من شال. طيب انا هقيس الجزء ده ازاي، هقول لك انا هتعمليها قد ايه. لو ده يا جماعة القماش بتاعي، نفترض الجزء ده القماش بتاعنا متطبق طبقتين، كنا اول حاجة بنيجي ناخد عرض الاكتاف اللي هي بنحسبها كده من عظم الكتف، الكتف من العظمة دي للعظمة دي خلاص، وبنقسمها على الاتنين، طلعت مثلا لغاية كده. كنا بنروح نازلين بالنسبة للاطفال بننزل حوالي ايه 2 سنتي خلاص كده، دي النقطة الجديدة خلاص. وكنا بنعمل دوران الرقبة اللي بنقسمه على الخمسة، بناخد الناتج ونحطه كده هنا هنا ماشي كده، بننزل 2 سنتي للخلفي وبنعمل كده وبنوصل الكتف. عشان اعمل حردة الجيرو كنا بناخد بالنسبة للاطفال باخد نص طول الظهر. انا عندي هنا العمر سنتين طول الظهر 25 سنتي، يعني كنت هنزل من النقطة دي كده 12.5 سنتي، 12.5 سنتي، وبروح عاملة خط كده. بعد ما بنزل خط كده بروح عاملة خط كده، ونروح طالعين من هنا 1.5 سنتي وندور، وبعدين نظبط وسع الصدر بقى على الجزء ده. ده كان كده.
خلينا كده نشوف الشكل كده. كان بيبقى بالشكل ده. طيب احنا المرة دي خدنا الفستان بتاعنا هنا من عند خط القب اللي هو تقريبا في نص المسافة دي، اللي هي من النقطة دي للنقطة دي في النص بالظبط كده، خدنا خط القب الجزء ده شلناه. يبقى أنا كده هنزل النزول بتاع حردة الباط ده من هنا حوالي 6.25 سنتي، قولي 6 سنتي. خلاص كده يبقى احنا هنيجي كده في القماش بتاعنا اللي احنا طبقناه ده وهنروح نازلين 6 سنتي. 6 سنتي هنزلهم كده الأول اهم، هعلم مكانهم من هنا. خلاص. طب هتقولي هعلم من هنا قد ايه؟ هقولك خدي على مستوى عرض الاكتاف بتاعت الطفلة. مستوى عرض الاكتاف عندنا كان عند عرض الاكتاف عندنا حوالي 25 سنتي، باخدهم واقسمهم على الاتنين اهو، هحطهم كده زي ما حضراتكم شايفين من اول تانية القماش، وبسيب الجزء بتاع السوستة يعني بنسيبه ده زيادة لان ده هيتركب فيه السوستة. طب نروح عاملين كده، شايفين نقطة اهي، النقطة دي هننزلها كده واوصلها بدي كده، بس كده. دي كده الحردة بتاعت الجيرو اللي هي نزلت 6 سنتي، علشان يعني ما بقول كده بيقولي طب نزلنا على اي اساس. هنروح قصين الجزء ده كده يا جماعة. انا طبعا بقص القماش مع البطانة اختصارا للوقت، لكن انت ما تعمليش كده، انت تقصي ده لوحده وده لوحده، لان احيانا القماشة بتاعت البطانة بتبقى ستان وهتتزحلق مني. الجبير ده جامد في القص، انا قصيت اهو كده يا جماعة. خلاص كده هنبدأ نفتح الجناب بتاعتنا. هنساوي بقى وسع الصدر على الجزء ده، هنساوي وسع الصدر. وسع الصدر عندي دوران الصدر عندي 56 سنتي، بجيبهم كده على المزورة 56، وتسيبي برضو مقدار راحة حوالي 4 سنتي يعني او 6 سنتي، سنتي ونص في كل ناحية، يعني اللي هو هيبقى عندي 56، انا هسيبهم حوالي 60 او 63 مثلا، وهاجي اروح مطبقهم كده على الاربعة واحط كده. الفستان بتاعنا هيتخيط كده، هيبقى ايه الجزء ده اوسع شوية من دوران السطر. ندور دي شوية بس كده ومشي جيد. خلاص كده يا جماعة قصينا الصدر، الصدر كده يا جماعة والظهر اهو اللي هو هيتركب فيه السوستة. خلاص. اول حاجة هنقفلها في القماش ده ايه؟ قبل ما نقفل يا جماعة، ما نبدأ في التقفيل، هنيجي ناخد دوران الجزء ده اللي هو من فوق الدراعات ده كده، وهتاخديه بالظبط مش واسع ولا حاجة، يعني تعملي بس حساب الخياطة دوران الجزء ده، هتلف المزورة كده حوالين الدراعات كده من هنا كده. خلاص انا كده خدتها اهي. العرض بتاعها هيكون كده حوالي قد ايه؟ العرض ده بالنسبة انا عاملة للحجم الصغير بتاعي ده، العرض ده حوالي هنقول 14 سنتي. طبعا كل ما الحجم بيكبر ده هتزيد شوية بالنسبة للعمر الاكبر. خلاص. اول حاجة كده يا جماعة ان احنا هنقفل الجزء ده، هنقفل من هنا. قفلت كده يا جماعة ده اهو، وقفلنا ده. هنبدأ نقفل حردة الباط مع بعضها اللي هو هتيجي كده، ونراعي طبعا الجنب اللي بيلمع ده هيكون مواجه للقماش. هنيجي بقى ايه نقفل كده، نقفل ده كده حردة الباط الجبير مع الستان.
من الناحية دي ومن الناحية التانية. هقلبهم كده كده. هنقفل كده يا جماعة كده. هنقفل ونشوف. اهو كده زي ما حضراتكم شايفين حرجة الجيرو مع البطانة، البطانة مع الجبير اهي. هنقلبها وانا كويتها برضو علشان تتفرد. زي ما حضراتكم شايفين كده، سايبين الجزء ده مفتوح لان لسه هنركب فيها الحمالات، وهنركب فيها الجزء اللي هو بتاع الاوف شولدر اللي فوق الكتف. طيب احنا دلوقتي الحملات دي هاخدها حسابها على اساس ايه؟ هنيجي كده يا جماعة، احنا واخدين الفستان بتاعنا اهو من هنا كده، من هنا من هنا لهنا، هتيجي بالمزورة وتروحي قايسة الجزء ده، ده الجزء ده هتجيبيه مرتين، يعني مثلا لو طلع 10 سنتي يبقى هتاخدي 20 سنتي وتسيبي 2 سنتي كمان للخياطة. خلاص هنقص حملتين عرضهم حوالي 3 سنتي وطولهم بالطول اللي انا قلت عليه دوت، وتروحي مزودة عليه 2 سنتي للخياطة. انا جهزتهم وخيطتهم وكوتهم وقلبتهم خلاص اهو. هنيجي كده يا جماعة وهنروح مثبتين، خلينا نثبت كده في الجبير. هتسيبي حوالي كده من هنا كده عشان الحمالة تبقى في النص بالظبط ما تقعش، تسيبي حوالي 3 سنتي من الطرف وهتعملي دبوس كده. ومن الناحية التانية برضو اهو، وهنركب الحمال. هنيجي في الناحية المقابل ليها من هنا نفس الحكاية، هتسيبي من هنا 3 سنتي وتروحي حاطة دي كده هنا كده اهو. كل ده احنا بندبسه بدبابيس لغاية ما نيجي نخيط. هنسيب من هنا 3 سنتي برضو، وكل ده انا بدبسه لسه في التول نفسه في الجبير لان لسه هخيط عليه البطانة. خلاص كده عملنا الحملات بتاعتنا باينة اهي كده. هنقلب كده ونقفل نخلي الطرف ده لفوق كده، الطرف ده لفوق اهو، طرف الحمال اللي احنا علمنا مكانه، وهنقفل كده. والناحية دي برضو احنا حددنا مكان الحمال، هتخلي طرفه لفوق يعني مش هيبقى لتحت كده، هيبقى لفوق. انا بس عملتولي كده عشان يبان، لكن انت لما تيجي تخيطيه الطرف بتاعه هيبقى لفوق كده بس في نفس المكان اهو كده بين البطانة وبين الجبير. هنعدل الأوضاع بتاعتهم كده. ونخيط بقى يا جماعة، هنخيط كده نفرد، هنخيط كده كده، والظهر برضو نفس الحكاية. كده هو برضو اعتقد انها كده باينة، يعني هنخيط الاطراف دي كده وبينهم الحمالات، هنخيطهم ونشوف. الحمالات اهي يا جماعة، الشغل بتاعنا باين نضيف جدا اهو من برة ومن جوة، شايفين الشغل نضيف زي الفل. هنيجي بعد كده نركب الاوف شولدر بتاعته.
هاي اللي كنا تنيناها كلها وسبنا فيها فتحة في النص عشان نقلب منها. فتحة اهي في النص قلبنا منها وكوتها، تنيتها كلها وكوتها وقلبتها. هنيجي بقى نروح مركبينها كده اهو. هتسيب الجزء بتاع السوستة اللي هو من هنا حوالي 3 سنتي مثلا، وهتبدأ تركبي. خلاص هنثبتها كده كده، وهثبت من الطرف ده برضو الاول اهو. هنسيب الجزء بتاع السوستة هنركب لغاية الطرف كده بتاع الحردة بتاعة الباط دي اهي. خلاص ومن هنا برضو لغاية نهاية الحردة بتاعة الباط. انا ماشية معاكي واحدة واحدة اهو، علشان ايه يعني هو الفستان فيه شغل كتير، بس ماشية معاكي واحدة واحدة. هنيجي بقى هنا نحط بقى ايه، شايفين القماشة اهي كأنها بتقولك خيطيني. الجزء ده هيتحط هنا زي ما حضراتكم شايفينه كده اهو. هندبسه برضو ونخيطه. الخياطة بتاعتك ممكن تبقى كده بالشكل ده كده، يعني هنقلب ده كده، هنقلب من هنا كده علشان الشغل يبقى نضيف. معلش اهي اهي كده كده. الخياطة بتاعتنا هتبقى كده بحيث لما اقلب هتبقى كده. خلاص ومن الطرف ده برضو كده اهو. خلاص كده يا جماعه خيطها ونشوفها. بس الشغل عايز ايه، تكوي على طول، تكوي اول باول كده علشان يطلع ايه نضيف زي ما هي باينه كده قدام حضراتكم. هنخيط كده كده كده، ولما هيتقلب هيبقى طبعا ده جاي كده. هخيطه ونشوفه. خيطنا اهي يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين اهي، خيطت اهي واتقلبت واتكوت زي ما حضراتكم شايفين. هنيجي لما نقفل بقى كده، نقفل الجناب بتاعتها هنا. طبعا هيتركب السوسته ورا في الجزء ده، الجزء ده هيتركب فيه السوستة. طيب لسه بقى بقلنا هنا نعمل الفيونكة بتاعتنا، اللي هي هناخد قطعة قماشة طولها كده حوالي 35 سنتي، والعرض بتاعها حوالي 12 سنتي. قطعة القماشة دي كده يا جماعة قبل يعني الاول هنفتح فيه فتحة في نصها كده، في النص بتاعها من هنا هنفتح عشان نبقى نقلب منها. فتحة صغيرة هنمسك كده ونخيطها كلها من كل النواحي كده. هخيطها ونشوفها. خيطناها من الجوانب كلها، هنقلبها بقى من الفتحة اللي سايبينها. هنجيب بقى قطعة من الستان رفيعة كده ونتني أطرافها ونكويها، هنخليها رفيعة كده. خلاص وهنيجي كده للفيونكة دي ونحاول نضمها كده، نكشكشها على بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده. هنجيب الشريط ده كده ونخيطه من هنا، وبعد كده هنحطه في الجنب ده كده تحت الحمال اللي هنا. هكملها ونشوفها. نبدأ نثبتها هنا تحت الحمال اللي هنا.
الجيبة بتاعة الفستان اللي هي كلوش دايرة، ده كده الأورجانزا بتاعتي اللي هي 3/4 متر كده، 3/4 متر وعرض 150. أنا هعملها طبقتين، يعني هيبقوا كده متطبقين طبقتين عشان هعملها كلوشتين فوق بعض، فهيبقى عندي كده 75 وكده 75، يعني بالطول 75 وبالعرض 75، وحطاهم طبقتين علشان هنعمل دايرتين فوق بعض. هنيجي كده للقماش اللي انا مطبقه طبقتين، هطبقهم كده كمان طبقتين تانيين. خلاص طبقنا كده، وبعدين هنروح مطبقين، يعني احنا طبقنا اهو زي ما حضراتكم شايفين، طبقنا كده كده، وهروح مطبقها كده. خلاص كده يا جماعة، هنيجي بعد كده نعمل ايه؟ احنا عايزين الوسط بتاعنا ما فيهوش كشكشة، عايزين الوسط بتاعنا ما فيهوش كشكشة، والقماش زي ما حضراتكم شايفين كده انا دبسته لان القماش بيتزحلق من بعضه. خلاص كده طبقنا يا جماعة الكلوش اهو، القماش بتاع الكلوش انا عاملة طبقتين زي ما قلت لحضراتكم عشان اختصار للوقت. البطانة برضو قطعة القماش اللي هي دي كده 75 سنتي في 75، يعني طولها كده 75 وعرضها كده 75، برضو هطبقها بنفس الحكاية 4 طبقات، مرة بالطول كده اهي، ومرة بالعرض. بقيت مطبقة كأنها منديل، طبقت كده 4 طبقات، هحطهم كده هقصهم مع بعض. بس يعني يا ريت حضرتك ما تعمليش كده، انت هتقصيهم كل طبقه لوحدها بس علشان انا اختصار الوقت والفيديو ما يطولش. حطيتهم كلهم مع بعض اهو، هحاول ادبسهم بس عشان ايه القماش بيتزحلق، خصوصا الستان والاورجانزا الاثنين يعني بيتزحلقوا جامد كده. دبست هنيجي بقى نقص، عايزين الوسط ما فيهوش كشكشة، هجيب وسط الفستان، الوسط اهو كده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده، طبقيه 4 اهو، ده كده طبقتين، همسكه كده 4 وهوصلهم كده في الجزء الناحية السليمة. خلاص هنوصلهم كده، هجيب بس نعلمهم اهو، بحيث زي ما قلت الضلع ده يكون قد الضلع ده. هنيجي نرسم الوسط بتاعنا، هنثبت كده، نخلي دايما نمرة واحد لتحت، وهنبدأ نرسم خط الوسط. خلاص هنيجي بقى نقص بقى الجيبة من تحت. انا طبعا عايزة الجيبة بتاعتي، انا مظبطة الطول على اللي انا عايزاه، كنت عايزاه حوالي 25 سنتي، هما اللي باقيين 25 سنتي اهم. برضو مش هقص ده دلوقتي لما ارسم واخلص رسم خالص، هنبقى كده اهو مثبتين المزورة هنا وهنقعد نرسم. خلاص كده يا جماعة رسمنا اهو من هنا، هنتمم تاني اهو مظبوط. هنبدأ ايه نقص، بس بعد ما ايه ما حدد لك الخط بتاع القص اهو، هقصها كده 3 طبقات معايا من الكلوش مع بعض، هقصهم مع بعض. بسم الله
هنقص الوسط اهو. لو جينا بقى فتحنا هنلاقي بقى ايه، ثلاث كلوشات دايرة فوق بعض. شيل دبابسنا، دول كده دايرتين فوق بعض، واحدة ودي التانية، ودي البطانة بتاعتهم اهو. هم كده يا جماعة باينين اهو. دول بقى هيتشبكوا بقى ايه في الفستان. خلاص كده يا جماعة، بعد ما قصينا الكلوش اهو، وده صدر الفستان، هنيجي بس نفتح فتحة صغيرة خالص في الظهر كده نكمل للسوستة، وفي البطانة برضو يعني حاجة مش كبيرة اوي. الجزء ده هيبقى طوله كده حوالي اللي احنا هنقصه، فتحناه كده حوالي 7 سنتي. هنيجي نعمل ايه؟ طبعا كنت مدبسه ده لان صعب يتلم على بعضه. هنيجي كده كل طبقه منهم هنخيط منها جزء كده، هنبدا كده من هنا كاننا بعمل بنسه، يعني هخيط جزء كده الحته دي كده هوريها لكم، واسيبها مفتوحه على اساس تبقى ايه تكمل السوسته. هخيط لكم الحته دي كده ونشوفها. خيطتها اهي كده يا جماعه، باينه اهي معموله زي بنسه، على اساس بعد كده يبقى مكان السوسته متعلم كده. هنبدا بعد كده هاخد طبقتين اللي هما طبقتين الجبير دول الاول، وهركبهم هنظبط الاطراف اللي هي مفتوحة اهي كده، وهنبدأ نركب الجبير ده الأورجانزا ده في البطانة. الجيبة بتاعتنا كده يا جماعة اهي، هنحط الفتحات كده ندبسهم بدبوس. دول الطبقتين او اللي هما الأورجانزا اهو، هندبس الاطراف كده بدبوس، وهنجيب صدر الفستان. صدر الفستان المفروض ان انا هخيط ده، احط الطرف اللي هو في ظهر الفستان، الطرف ده هيتحط مع الطرف ده وهيتخيطوا. بس هيتخيطوا ازاي؟ هيتخيطوا كده كده خلاص. هنفضل نخيط كده ندبسها كده، انا عملت جزء اهو بحيث كده يا جماعة. طبعا ده الجزء ده وش الفستان، هيعتبر ده وش الفستان اللي عليه الجبير ده، والجبير ده هيجي يغطي الجزء ده كده. خلاص هنقفلها بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، هنحط الاطراف على الاطراف وهنبدأ نخيط. جبت اهو كده يا جماعة بحيث يبقى باين نضيف من هنا، وطبعا الجبير ده هيجي يغطي جزء كده من الوسط. هنيجي بقى ايه، شايفين الجزء ده كده، هنيجي نركب البطانة بحيث نداري الخياطة دي كمان. الفستان بتاعنا اهو كده يا جماعة باين الخياطة اهي. البطانة طبعا الوش اللي بيلمع ده اللي هيبقى جاي ملاصق للقماش كده. انا المفروض ان انا اخيط ده كده، اخيطهم مع بعض كده، بس انا عايزة اخلي الخياطة دي نظيفة، مش هخيطهم كده مرة واحدة، لا هعمل كده وهخيط بحيث تبقى الخياطة دي داخلية.
هنخيط كده، هنقعد نخيطها. هوريها لكم كده بدبابيس الاول. بحيث لما نفتح كده يا جماعة شايفين هتبقى البطانة من جوه، حتى الفستان من جوه كله هيبقى نضيف كده، مش باين له خياطة. هنخيطها ونشوفها. خيطنا اهو كده يا جماعة. ده طبعا شكل الفستان من قدام، صدره من قدام. بصوا كده الخياطة بقت هنا ما بين البطانة وما بين الأورجانزا دي، يعني الصدر ده، الصدر ده دخل بين الطبقتين دول وطبقة البطانة، فأصبح الفستان من جوه لما هتيجي تشوفوا ظهره من جوه، ظهره نضيف جدا. مفيش فيه أي خياطة باينة، الخياطة بين ده، بين الطبقتين دول وبين دي، الصدر دخل ما بينهم هما الاتنين. طبعا أنا كنت سايبة الفستان واسع شوية، موسعاه عن عن حجم الوسط، على اساس نركب له استك، على اساس يعني ايه، يعني ينفع بعد كده ما يبقاش على قد الوقت اللي هيتلبس فيه بس. فيفضل طبعا ان انت فساتين الاطفال تركبي لها استك على اساس يلبسهم شويه. يعني هنركب الاستك هنا في الجزء ده كده في نفس الخياطه دي. الاستك اهو كده يا جماعه بخيطه على نفس الخياطه اللي انا عاملاها دي كده، بتشديه وانت بتخيطيه هيلم الوسط شويه، هيتخيط هنا في الشكل ده. خيطه ونشوف. الاستك اهو يا جماعه ركب اهو ضمن الفستان. طبعا وهيلبس بقى ايه، يعني يلبس الطفله اكتر من فتره يعني. ده كده الجبير اللي لسه ما تثبتش فوق الوسط. فاضل يا جماعه تركيب السوست، تركيب السوسته، وده الجبير ده انا فرغته وهيتركب كده. هحطلك الرابط بتاع التفريغ بتاعته في صندوق الوصف، لان طبعا اتفرغ بطريقة نظيفة جدا، مش مقصوص بالمقص. هحطلك الطريقة في صندوق الوصف. يا جماعة تركيب السوستة انا برضو هبقى احطلك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. هسرجها بسرعة. السوستة اهي هنعلم كده مكان ما هنركب، من هنا ومن هنا زي ما انتم شايفين كده. هنفتح السوستة، هنجيب التول بتاعنا او الجبير بتاعنا اهو، وهخليه يغطي اسنان السوستة. مش عارفة هيبقى باين في الصورة ولا لا. وهبدأ اسرج، وطبعا لازم السوسه تتسرج قبل الخياطه، قبل الخياطه على المكن. هنبدا نسرج اهو. زي ما حضراتكم شايفين كده بحيث ان القماش هيداري الاسنان. كده خيطت جنب، هنقفل السوستة وهنيجي على الجنب التاني. طبعا انا عاملة هنا في جزء كده مكمل للسوستة، بس هو الجبير جاي مدري يعني، فهو تقريبا الجبير هو اللي هيبقى على قد فتحة السوستة كلها. هنيجي كده للناحية دي كده يا جماعة اهي، هقفلها كده. وهبدأ انقل للناحية التانية.
كده. دي طبعا هتدخل لجوه. هفتح بقى السوسته تاني. وهبدا اكمل الجنب زي ما عملنا في الجنب الاولاني اهو كده. خلاص. وبعد كده من هنا هنبدا نقفل عليها البطانه. انا طبعا هحط لك ده كل ده في صندوق الوصف شرحه بالتفصيل. السوسه اتركبت يا جماعه اهي. هنبدا نجيب الورد الجبير اللي احنا فرغناه وهنبدا نوزعه. ده هتخيطيه او هتلزقيه. خلاص هتحطيه كده. يعني هتوزعيه كده بالتساوي. فستان طالع جميل جدا كده يا جماعة. الورد يا جماعة يفضل ان انتي تعمليه بالابرة والخيط افضل من الشم. تعالوا كده نشوف الفستان. ده كده يا حبايب الفستان بتاعنا بعد ما خلص. يا رب يعجبكم وتنفذوا بكل سهولة. ان شاء الله نتقابل في موديلات تانية جديدة. انتظروني. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم مدام اسماء. بترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.